السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم 26 من مارس. لا أعلم اليوم كم بلغنا من عدد الأيام بعد اكتشاف أول حالة من كورونا بالمغرب، ولكن الآن أحيطكم فقط بالأجواء التي تمر الآن في مدينة القويطرة. كما ترون هناك احترام كبير لتعليمات السلطات كي يدخل الجميع إلى منازلهم، وهذا مثال من هذا الشارع الذي كما قلت لكم سابقا هذا الشارع يعرف حيوية كبيرة في الأيام العادية. الآن كما ترون لا طير يطير، بالعكس الطير يطير ولا وحش يسير. إذن كما ترون هناك احترام لقرار السلطات، هو شيء جيد لنا لكي نتخلص سريعا من هذا الفيروس الذي حل بالمغرب. إذن تحية للمواطنين وكذلك للسلطات التي تقوم بواجبها على أكمل ما يجب، مع بعض التجاوزات لبعض الأفراد من السلطات. أتمنى أن يبتعدوا عن تلك الممارسات العنيفة والتجأوا فقط للقانون. فكما ترون الآن أجواء رائعة يشوبها الصمت، عدا بعض المارة وبعض السيارات وكذلك بعض زقزقة العصافير. ماذا سيقول؟ فقط أطلب من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء في أسرع وقت ممكن، وأتمنى صراحة لا يكون هناك تأثير على الاقتصاد المحلي كون هذا الفيروس أوقف عجلة الاقتصاد بكثير من الدول. حتى الآن لا أعلم تبعات هذا الحجر الصحي على اقتصادات البلدان، سنرى بعد ذلك. لكن كما ترون الآن نستمتع في هذه اللحظة بهذا الصمت الرائع، وأكرر للجميع التزموا بمنازلكم لكي تمر هذه المحنة بسلام. صراحة شيء رائع أن نرى هذا الالتزام من الجميع. كما قلت فهناك أناس لم يستطيعوا أن يتوقفوا عن العمل كون أعمالهم حيوية، وتوقفهم عن العمل يعني توقف الإمدادات، إمداد الأسواق بمتطلباتها من الأولويات، إذن كالبقالة وما إلى ذلك، أي كل صناعة تمنحنا تمويل على الأسواق. إذن تحية لهؤلاء كذلك الذين يمدوننا ويمددنا بالأوليات ويجعلون حياتنا عادية رغم هذا الحجر الصحي. هذا هو أبو عميرة الآن يطير، لا أعلم ماذا يريد أن يصطاد، لكنه الآن هنا يبحث عن شيء ما. نعم يطير في الأجواء. إذن إلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله، أترككم واستمتعوا بهذا الهدوء.